الكرام أينما كنتم متابة أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في العرس الكبير، هنا الغدار النارية حارقة مفزة قابلة للاشتعال، ملاذف الحرازي الغدار. ابدأ يا ملاذف. شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري، هذا هو ملاذف الغدار بالمطرية بالأرحبية بالحرازية حتى بالزاوية يا ناس، شيء كبير يا عمري، نار يا حبيبي. حضرات المشاهدين الكرام أينما كنتم متابعة أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مساء الفل للناس الكل. اليوم كما نرية حارقة مفزعة قابلة للإستال بين الملاكين الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة في أكريديرو في الكامب نو، شيء كبير يا عمري. نبدأ بتشكيلة فريق ريال مدريد، حراسة المرمى كيرور نافاس، في الدفاع هناك راموس الكابتن فاران، على اليمين كارفاغال، على اليسار مارسيلو، في توني كروس مودريتش في خط الوسط، في الهجوم هناك بسيبيوس والغدار كارث بايلو كريم بنزيما وستور يا ستار، نارية نارية من أول المشوار. ونبدأ بتشكيلة فريق برشلونة، حراسة المرمى دير ستيغن، في الدفاع جوردي ألبا وأمتيتي وسميدو الغدار وفي جيلر بيكي، في خط الوسط هناك الغدار فيدال، فيدال وإنيستا، في الهجوم هناك ليو ميسي والأسطورة سواريز وعثمان ديمبلي. وستور يا ستار، يستور يا ستار. ننتقل الميكروفون إلى الزميل حفيظ الدراجي. شكرا لك يا الزميل روف خليفة على التالي. اليوم المباراة قوية ونارية ومفزعة بين الأملاكين الكبيرين. لا لم أرى مباراة عمري في هذا الكلاسيكو الجميل بين برشلونة وريال مدريد. الكرة عند ليو بابا بابا ولا بابا بابا بقول استلم ليو بيسرع حطها بيمنى بالزاوية ولا لا، قلت لكم حذاري من ليو. الكرة ما زالت عند مدريد، شلب الكرة إلى ركي إلى مدريد، شلب الكرة توني كراوس إلى رونالدو ولا لا بابا بيا سلام عليك ولا لا، يا سلام على الريال ويا سلام على برشلونة. ننتقل الميكروفون للزميع يوسف سيف. حضرة المشاهدين الكرام، متابعي بانسبرت الرياضية هنا في ملعب الكبار ملعب الكامب نو، الكرة عند اليوم ميسي يلعب الكرة، لويس سواريز يلعب الكرة إلى سبع مقطوعة من فينيسيوس اللاعب البرازيلي. الله والله يعلق وصفق، كرة ممتازة من فينيسيوس البرازيلي، كرة خطيرة كانت تأتي في الجول الأول لريال مدريد هنا في الكامب نو. وشكرا ننتقل إلى المعلق الكبير فهد العتيبي، ماذا تقول زميلي؟ شكرا لك زميل يوسف سيف. هنا في ملعب الكبار ملعب الكامب نو مباراة جميلة جدا، مباراة من أروع ما يكون. هنا كريستيانو رونالدو في مازة اليوم يلعب الكرة، اليوم ميسي مازان يلعب الكرة لسواريز، سواريز يلعب الكرة مر يلعب الكرة لليوم، إلهي روعة. لقد سددها في المكان الذي تسكن فيه كل الشياطين، بوم يا إلهي. شكرا لكم أينما كنتم أعزائي المشاهدين. ننتقل للمعلق عصام الشوالي. شكرا لك الزميل فاضل الطيبي. هنا في ملعب الكبار ملعب الكامب نو، كل واحد وبرسا، الكورة عند ليو يلعب الكورة، ميسي ميسي عسي أرجنتيني، مش ممكن مش ممكن مش ممكن يا حلوة. الكورة ما زالت عند مودريتش الكروات، مش ممكن يلعب الكورة الكرواتي، يلعب الكورة مودريتش، يلعب الكورة توني كراوس، توني يلعب الكورة، زوردي ألبا مقطوعة، يلعب الكورة زوردي يضرب لا الهدف الأول لبرشلونة، الهدف الأول لبرشلونة، يلعب الكورة مش ممكن مش ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الكورة في قناة فاي.